السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال، لو أنا عايز أمد الفلور بره الباب زي باستا أو حاجة بره المبنى خالص، طيب أنا هفتح مشروع MEB، ممكن أفتح حاجة معماري بس أنا عايز أفتح MEB على أساس لو جالنا حاجة زي كده إزاي نتعامل معاها؟ طيب خلينا مثلا نفتح دوت وهقول له اول حاجه انا عايز اعملها عشان امسك الحاجه المعماري، ان انت كده مش تقدر تمسكها. اقول له انا عايز اركيتكتشر، وبعد كده هاجي هنا اقول له الغي لي الكروب فيو واشوف الباب اهوت. تمام، ده الفلور. انا عايز امد الفلور دي بره، فاقول له edit boundary، وتقدر تسحب بالشكل دوت مثلا لهنا. تقدر تقول مثلا انا عايز اعمل قطع هنا وقطع هنا، تمام، وتلغي ديت وتلغي ديت، وتبدأ مثلا تضيف بالشكل دوت، وبرضه من الناحية التانية ممكن حتى تعملها مثلا بشكل زي كده، تقول له فينش بالشكل دوت. تمام، تقدر تشوف 3D.